ازيكم؟ كويسين؟ رب صالح جدا، استمر صالح وعمرك ما تزهق انك تعلن انه صالح. كل مره كان الشعب بيعلن انا رب صالح الى الابد رحمته، كان في حاجه بتحصل. ده مش تعبير دارج أو تعبير متدين، لكن ده إدراك بيحافظ على ميزان معين في حياتك، ميزان ما بين الاحتياج المستمر وفي نفس الوقت السلطان والإيمان والثقة المستمر. كتير بنحدف بحسب اللي حاصل في حياتنا تحت رجلينا، فلو في احتياج او في ضيقه او في تحدي فانا في حاله احتياج، ولو احط نفسي في حاله الاحتياج فانا مش في حاله ايمان او سلطان او تقدم. او لو انا حاسس ان انا كويس فبحط نفسي في مكان السلطان والايمان والتقدم، ولا اشعر ان في نفس اللحظات انا محتاج. لخبطتكم هالصبح نروح. مفيش لحظه انا مش محتاج العرش، ومفيش لحظه ممكن اعيشها بدون ايمان وسلطان وتقدم. الاثنين نفسيا عكس بعض، عشان كده كتير ما بنعرفش نختبرهم مع بعض أو نفكر فيهم مع بعض، إن هما نفسيا كأنهم عكس بعض. يا إما أنا محتاج فأنا واخد وضع الاحتياج، يا إما أنا مليان سلطان وإيمان وتقدم فأنا واخد وضع الإيمان والسلطان والتقدم. نفسيا ما بنعرفش نعملها، بس هي في الروح سهلة قوي، مفهومة جدا، ومحتاجين ندرك إن مفيش تعارض ما بين الاتنين، بل بالعكس أنا محتاج دي كل وقت ومحتاج دي طول الوقت. لو أنا تصورت أو عشت، ما كانش زين أقول أي حاجة من الحاجات دي، بس لو أنا عشت سلطان إيمان تقدم، ممكن بعد شوية أحس أن أنا أستاذ. لو أنا عشت احتياج 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 فبعيش في مرحلة ما بقدركش فيها البنوة المصحوبة بالسلطان مصحوبة بالإيمان، وبخسر كل نتائج الإيمان، لأنه بدون إيمان لا يمكن إيه؟ لا يمكن إرضائه. وزي ما يكون والآن الاثنين فعلا فعلا نفسيا ما بيحصلوش في نفس اللحظة جوانا، لكن هم روحيا موجودين مع بعض طول الوقت جوانا، وإحنا محتاجين ندركهم. ما اقدرش ارمي الايمان او اقول انا مش في حاله سلطان، ما ينفعش. كلكم عارفين سمعتوني بقولها كتير، خليني اقولها. اجتماع تعليمي او يعني يميل الى اهم حاجه في حياه كل ابن وابنه كل لحظه هو السلطان. سلطان على ذهنه، سلطان على افكاره، سلطان على مشاعره، سلطان على حولهم مره تاني، سلطان على ذهنه، لانه حسيت انكم بتسمعوني كاني بوعظ. السلطان على ذهنك، السلطان على مشاعرك، السلطان على أفكارك كل لحظة. إبليس بيحب يرمي وانت مش واخد بالك، وانت سرحان، وانت بتشتغل منهمك في شغلك، فانت مش في مكان السلطان أو مش مركز في سلطانك، فيقوم رامي وانت بتهتم بعيالك أيا كان، يقوم رامي في اللاوعي. لو جالك على الوعي ورمى كذبة بتعرف تنفضها لأنك ابن الرب ولأنك متقدم في الروح، لكن لو رماها في العقل الباطن كتير ما بتبقاش مميز. ان في حاجه اترمت في العقل الباطن طعمها وحش مره، اول ما تحس بالمراره انت محتاج تدرك النور، الفلاش ينور كده عندك اصفر او احمر، اكيد مش اخضر، في حاجه بتنور. انا ليه شاعر بطعم وحش؟ انا ليه في حاجه كده مغلوشه؟ ده مكان السلطان. سلطانك هو السلطان كل لحظة على ذهنك، على أفكارك، على اللي بترمي في الوعي وفي اللا وعي بتاعك طول الوقت، لأن إبليس يحب يرمي كده وانت مش مركز أو في اللا وعي، يعني بمعنى اللا وعي.
ابن رب ما عرفش يعيش من غير سلطان. هقول التعبير اللي بقوله كل مرة. أول حاجة أخذها إبليس في السقوط من آدم هي إيه؟ أول حاجة خدها يا السلطان. أول حاجة بيرجعها لك الرب لما تسلم حياتك للرب هي إيه؟ رب هو السلطان. ليه؟ لأن ده أهم حاجة ياخدها إبليس منك، وأهم حاجة يرجعها لك الرب لبنته ابن الرب. ما ينفعش تعيش لحظة بدون سلطان. السلطان مربوط بالإيمان، السلطان مربوط بالتقدم، السلطان مربوط أنك تقف بتدرك، أنت مدرك، أنت مش ماشي في طحونة ماشية بلا وعي. السلطان هو سلطانك على ذهنك، سلطانك على أفكارك، سلطانك على مشاعرك. أنا في ناس كتيرة بتنخدع في مشاعرها وتحس أنها مهزومة برغم أنها مش مهزومة. أؤكد لكم كده، فكروا في بعض أحيان. نحن مش بنفكر دايما، احنا بنتصور احنا بنفكر بس احنا ما بنفكرش، احنا بنقلب افكار في خلاط، احنا بنفكر ما بنعملش بروسس، يعني ما بنعملش خطوات تفكير للوصول الى حاجه، احنا بنقلب. عارفين قصه الخميره؟ حد بيعمل كيك هنا، كل ما تقلب في الخميره تنفش، لما تقلب في افكارك تجد الحجم بتاع عدو الخير بينفش. الخميره هنا زي الكتاب، يعني رمز للحاجه الغلط. يعني كل ما تقلب في الخميره تنفش. والحقيقه ان احنا ما عندناش او ما مش كلنا اطلق جواه طريقه تفكير الملكوت اللي فيها بيتعامل مع الامور مع الافكار، مع ذهنه، مع مشاعره، مع احاسيسه بطريقه الملكوت للوصول الى 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 نور في اخر هذا النفق اللي في بعض الاحيان بيحصل جوه مشاعرك وجوه افكارك، الوصول الى نور يثبتك في الحق وفي الكلمه وفي الملكوت، فالموضوع يتفك. هو دي مفاتيح، فديك مفاتيح في كل امر انت دخلت فيه، كل تانل كده، كل نفق دخلت فيه مخرجك منه لانك مش بتقلب. التقليب يخلي السواد ينفش وانت تصغر. لما تقلبش وتبص للملك وتبتدي تتحرك في الملكوت، حجم إبليس بياخد حجمه الحقيقي، حجم الرب بياخد حجمه الحقيقي، وفجأة السلطان والانتصار ده نتيجة طبيعية. فالسلطان والانتصار والامتداد والملكوت، سلطانك على أفكارك وعلى مشاعرك. كثير بقعد مع كثيرين يشعروا بالهزيمة، ولما نقعد دقيقتين مع بعض بس قدام النور، وأنا مهزوم في إيه؟ إيه ده؟ وأنا مهزوم ليه؟ أصلاً وأنا مهزوم في إيه؟ مش مهزوم ليه؟ وأنا مهزوم في إيه؟ بيجد نفسه مش مهزوم، بس هو عايش في حاجة ترمت جواه، في حاجة ترمت في اللاوعي وهو مش مدرك. أنت مهزوم، أنت ضعيف، أنت مكسور، أنت مكتئب، أنت حزين. وبكيف هو أنا حزين ليه؟ وشكم بيقول إن بعضكم لا يفكر، هو أنا حزين؟ هو أنا وشي كده ليه؟ هو أنا وشي عامل كده ليه؟ فالسلطان، السلطان مفيش لحظة ممكن تعيش فيها من غيره. بس كتير بتتصور أو على مستوى النفس، ده اللي أنا ابتديت بيه، على مستوى النفس وأنا شاعر بالسلطان أنا مش شاعر بالاحتياج، كأنهم عكس بعض. لو أنا عندي لو أنا في سلطان فيبقى مفيش احتياج، ولو أنا في احتياج يبقى مفيش سلطان. رغم زي ما قلت لكم الاثنين في نفس اللحظة في الروح، في عالم الروح موجودين. احنا طول كل لحظة في حالة احتياج للعرش. في مرة من المرات عملت تعريف للخطية ما عداش بالساهل مع البعض، بس مش مهم نقوله تاني. الخطية ده يعني بصوا دي يعني مش تعريفات لاهوتية، ده مش تعريف لاهوتي، بس ده تعريف يوسع جواك قصة الخطية والنعمة. لأن كتير بنتصور الخطية يعني إني كدبت، إن أنا مش عارف إيه، إن أنا مش عارف إيه، أفعال جسدية يعني. والأفعال الجسدية خطية، بس في مرة عرفت الخطية بكده، الخطية هي عبادة لم تحدث. بمعنى هي عبادة كان مفروض تطلعها في وقت فتوقفك قدام الرب، والبديل انك تقف قدام الرب وتقوم عابد، تحط قلبك. ما اقدرش اقف، تقف يعني اجتماع،
تقف وانت في سريرك وانت في مكتبك وانت في شغلك وانت في بيتك وانت بس تقوم مطلع عباده عينيك وقلبك ما بتطلعش صوت حتى بتطلعش ترنيمه عباده مش ترنيم وموسيقى بس فقلبك يوم مرفوع للرب وتقول انت صالح وتعظمه كده ثانيتين لو ما وقفتش في لحظات زي كده البديل انك في حته غير ربنا دعاك تبقى فيها ان ذهنك يبقى مفتوح لحب الدبان ملهمش لازمه عارفين يعني ايه دبان فبدل ما ذهني بينزل عليه دبان انا بعبد والبديل بدل ما انا بعبد ذهني بينزل عليه دبان اقول لكم انا كنت بدور عليها واحنا واقفين مسبح لان ربنا في قضاء 20 ايه لما تبحث في كتاب مقدس انا اسف بتكلم معاكم يعني النهارده يعني او اجتماع الاثنين اجتماع تعليمي مش كده اوكي مش اجتماع اللي عايز اجتماع تشجيعي الاربع اللي عايز صلاه السبت اللي عايز مايونيز يوم تاني لما تدرس الكلمه زي ما حكينا في مره كنا مش عارف حكينا في اجتماع من الاجتماعات ازاي تدرس الكلمه انك بتدور على الكلمه في الكتاب المقدس كله فالكلمه اللي ربنا يشغلك بيها تقوم لف فيها من تكوين للرؤيه ده اللي بينميك في الكلمه ده اللي بيكبرك حتى لاهوتيا بيكبرك في الكتاب ويكبر الكتاب جواك فلما تدرس كلمه يعني حتى لو درستها في العبري بتاعها هقرا لك ايه بس انا اسف قضاء 20 16 كلم على بنو بنيامين 26,000 رجل عدد 16 من جميع هذا الشعب 700 رجل منتخبون عسر كل هؤلاء يرمون الحجر بالمقلاع على الشعرة ولا يخطئون كل هؤلاء احنا مفيش اوكي معكمش اناجيل ومفيش طيب شايفينها اسمع طيب الان متصور ان انتوا شايفينها قضاء 20:16 كل هؤلاء انسى بقى بنو بنيامين انسى الخلفيه دي اللي كنت فاكرها موجوده قدامك كل هؤلاء يرمون الحجر بالمقلاع يعني في حجر في المقلاع وبينشنوا على شعره يرمون الحجر بالمقلاع على الشعره عارفين ايه شعره ولا يخطئون كلمه يخطئون هنا دي هي خطيه انا بالنسبه لي دي ايه حلوه قوي بتقولي ايه بتقولي يا نادر انت في كل لحظه محتاج نعمه وانت في ماكسيمم السلطان انت محتاج العرش وانت في ماكسيمم الافضل حاجه في حياتك انت مش في افضل حاجه في حياتك انت في كل لحظه محتاج سلطان محتاج انتصار محتاج تقدم محتاج تشجيع بس انت في كل لحظه محتاج جدا العرش والنعمه انها تسود على حياتك انت في كل لحظه مش بتصيب الشعره بس في كل لحظه لازم تعيش بسلطان شكلكم يجنن محتاجين صوره في كل لحظه احنا محتاجين سلطان وايمان ما نعرفش نعيش من غيرهم بس في كل لحظة احنا محتاجين نعمة لان احنا مش دايما بنصيب الشعرة في الروح ده تلقائي جدا انت على مستوى الروح امام الرب في نعمة نازلة انت محتاج جدا الرب انت في كل انت في حالة عبادة ومحتاج العبادة لان البديل للعبادة دبان
لبديل العبادة مشاعر تترمي جواك وانت مش داري. انا بتكلم على اللاوعي، مش بتكلم على خطية فعلية انت بتعملها، انا بتكلم على تخيل معايا يعني ايه يصيبوا الشعرة ولا ومفيش كلمة يخطئون دي يعني في العبري هي بالضبط نفس الكلمة. يعني في كلمات للخطية في العبري كتير، في 5 أو 6 كلمات عبرية لكلمة خطية. هنا اختيار كتاب مقدس للكلمة هو أقوى كلمة من 6 كلمات عن الخطية. مش عايز أقولها لأنه في بنات لهم نفس هذا الاسم، فأنا مش عايز أقول هذا. ناس كثيرة بتسمي اسم معين لبناتها هو نفس الاسم في العبري، فمش أنا آسف أنا قلت هذا التعبير، كل الناس تخضت مش أنتوا. فهنا اختيار كتاب مقدس لهذه الكلمة في العبري هو أقوى كلمة خطية. فإنك تصيب الشعرة كل مرة، كل هؤلاء يرمون الحجر بالمقلاع على الشعرة ولا يخطئون. يا سلام. ففي طول الوقت أنا مش بصيب الشعرة. أنتوا كويسين؟ في حد هنا بيصيب الشعرة كل مرة؟ هي دي أعمال الجسد. ده اللي كان يسوع، ده مستوى العهد القديم. الرب بيطلب حاجات مش معقولة. خلي بقى سوري أنا آسف، وحتى في العهد الجديد الرب يطلب حاجات مش معقولة. كونوا كاملين، سيب الشعرة بقى زي ما أنت عايز. يعني امسك حجر بالمقلاع وجيب لي الشعرة يا شاطر، ماشي. كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي كامل، ده الستاندرد. القصة كلها إن أنا في طول الوقت أنا روحيا في حالة احتياج لهذا النعمة ولهذا الحضور لأنه بيغطيني، لكن في طول الوقت أنا في احتياج لهذا السلطان والإيمان طول الوقت. والاتنين على مستوى النفس ما بنعرفش نحطهم مع بعض، أنا إما كده إما كده، لكن على مستوى الروح يجب أنك تخش في الحتة دي الاتنين يبقوا شغالين في نفس الوقت. مش أنك محتاج يبقى دلوقتي أنا مش في سلطان وتقدم، لا أنا في سلطان وتقدم وإيمان، وأنا في نفس اللحظة أنا محتاج طول الوقت. لأن كل الوقت طول ما أنت بتتحرك وراء الرب في حاجة بتحصل من عرش النعمة على حياتك، وفي حاجة بتحصل كنتيجة للي بينسكب على حياتك من خلالك. السلطان والإيمان بيتحرك قدامك، النعمة بتنسكب عليك، فأنت بتتغطى وأنت بتستخدم طول الوقت. فأنت في حالة ديناميكية مش بتوقف اللي ما بينك وبين الرب عشان دلوقتي أنا كويس، ومش بتوقف استخدامك عشان أنا محتاج. دائرة مقفولة، أنت بتشرب بتطلق، بتشرب بتطلق، بتشرب بتطلق كل لحظة. نعم نعم نعم. أنتوا كويسين؟ دي مقدمة طويلة شوي. تعال نفتح مع بعض أشعياء. ما زال الاجتماع تعليمي، ما زال هكمل في حتت كده. أشعياء 39 النهارده زي ما يكون نجت صغيرة في السكة كده. أشعياء 39 شاهد من الشواهد اللي توجع في الكتاب المقدس، لأن هذا الشاهد في شخص من أفضل الملوك ومن أقوى الملوك اللي حصلوا في العهد القديم بعد داود وسليمان، هو حزقية الملك اللي رب مدله، عمل معاه حاجات كتيرة قوي، وهو عمل حاجات كتيرة قوي، عمل نهضة يعني. في أشعياء 39 أرى لك الإصحاح. طيب في ذلك الزمان أرسلت ما هكمش أناجيل برضو. طيب. أوكي حوفر القصة. أشعيا جاء برسالة لحزقية عشان اللي معهمش أناجيل. أشعيا جاء برسالة لحزقية. الخلفية حزقية رجل نهضة. الخلفية حزقية صنع نهضة. صنع نهضة في الهيكل، صنع نهضة في شعب الرب، صنع نهضة انتصارات على ملوك عظيمة. حسم كان بينتصر في زمن معين في ملك سنحاريب، وانتصر في زمن معين وحصل شفت في الزمن من مملكة سنحاريب إلى مملكة بابل. فما خدش باله،
فالموقف ده موقف سلبي في آخر أيامه. فأشعيا جاله قال له كده، عدد 5، قال أشعيا لحزقيا: اسمع قول الرب، وإذا تأتي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك ما خزنه أباؤك إلى هذا اليوم إلى بابل، لا يترك شيء، يقول الرب، من بنيك الذين يخرجون منك الذين تلدهم يؤخذون فيكونون خصيانا في قصر ملك بابل. ده أشعيا وهو في المزاج اللي إيه؟ اللي مش تمام. فأشعيا ببساطة بيقول له، يعني معكمش أناجيل أو مش شايف مفيش شاشة، أشعيا ببساطة بيقول له بص، كل حاجة خزنت في مدينة الله ستحمل إلى بابل، مش بس كل حاجة، ده بنيك هيتخذوا عبيد في بابل. فقال حزقيا لأشعيا: جيد هو قول الرب الذي تكلمت به. يا سلام. ويقول لك ليه حزقيا قال كده، قال حزقيا: فإنه يكون سلام وأمان في أيامي. سلام وأمان في أيامي، بعد كده هيتاخد كل حاجة وتروح بابل. جيد هو قول الرب فإنه يكون سلام وأمان في أيامي. بصوا، أنا بالنسبة لي دي آية موجعة جدا. إحنا بنعمل زيها في بعض الأحيان، بنعمل زيها. إيه العقلية دي؟ هي عقلية باركني، أنا عايز أحس دلوقتي أنا متبارك، مش مهم هيحصل إيه بكرة، مهم قوي أنا حاسس إيه دلوقتي. فأشعيا بيقول لحزقيا: أيامك هتبقى كويسة. قال له جيد هو قول الرب. بعد كده الأيام مش كويسة، ماليش دعوة، جيد هو قول الرب. سلام. في فرق ما بين عقلية باركني وعقلية الملكوت. معلش عشان أوضح حاجة، هل الله بيبارك؟ نعم 100%. اللهم بالبركة، مئات وألاف الآيات تقول لك إن نتائج الحضور بركة. القصة كلها عقلية باركني، أنا عايز أحس حاجة دلوقتي. عقلية الملكوت في حضورك منتصفها، محورها هو الملك، ونتائج وقوفي قدام الملك بركة، ده نتائج طبيعية للحضور الإلهي. هل بنؤمن بالبركة؟ 100% اللي جاية من الحضور الإلهي. عقلية باركني غير عقلية الملكوت. عقلية الملكوت عايزة تحت رجليها، مش مهم ما يحصل إيه بكرة. تقدر تقارن ما بين حزقية اللي انت شايفه على الشاشة، تعود حاجة وحشة قوي، حزقية اللي انت شايفه وداود. ومش مش هقلب ايات بقى عشان مش معاكم الشواهد، في اخبار الايام الاول، في اخره اخبار الايام الاول 29 في الاغلب اخر صح، داود وقف قدام الرب قال له: يا رب انا بوضب كل حاجه عشان ابني. وده داود بيسلم، فقال ابني غض صغير والعمل كبير، فجمعت الخزائن وقال للشعب انتدبوا معايا. ليه؟ القصة ان البركة بتاعت النهاردة انا بستثمرها في الملكوت لبكرة. ده عقلية الملكوت داود وسليمان. مش بيكلم على فلوس، بيكلم على 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 ادراك البركة المستمرة وعدم التركيز تحت رجلي. عقلية باركني عقلية بتنحصر في نفسها. جيد هو قول الرب الذي تكلمت به، فإنه يكون سلام وأمان في أيامي. بس حبيبي بعد كده بابل هتاخد كل حاجة. أوكي، داود ما كانش كده، داود عقليته. موسى ما كانش كده، وقف الرب قدامه قال له بص هديك شعب تاني، قال له نو، هباركك هديك شعب تاني، قال له نو، أنا واقف من أجل امتداد ملكوتك المستمر،
أنا واقف من أجل القصد الإلهي الكامل. أنا مش واقف من أجلك تباركني، أنا واقف من أجل قصدك بالكامل، أنا واقف من أجل ملء حضورك. أنا مش عايز أمشي مع ملاك يدخلني، دي قصة تاني، مش عايز أمشي مع ملاك يدخلني الأرض وتبارك، أنا عايز أمشي معاك لأن في حضورك هو كل حاجة. الابن الأصغر كان متبارك ولا مش متبارك؟ متبارك. بس بركة بره العلاقة مع الآب بركة ما بتستمرش. والابن الأصغر هو اللي علمنا كده. اللي ما عرفش الابن الأصغر هو ده الابن الضال. ما بحبش تعبير الابن الضال لأن احنا كلنا بنعمل زيه. فهو الابن الأصغر اللي اتبارك جدا، أخذ كل الميراث، بس أخذ كل الميراث بره العلاقة، فبيضيع. لأن ضمان الميراث، ضمان البركة هو العلاقة، ضمان الفرح هو العلاقة، ضمان أي حاجة في حياتك هو العلاقة. ولأن في علاقة نتائج طبيعية بنؤمن بها جدا، البركة. بس العقلية بتاعتنا مش عقلية باركني، عقلية حضورك، عقلية الملكوت، عقلية إن أتملي بيك. لما بتملي بيه بتملي بكل حاجة تانية. كل شيء لكم فين؟ في المسيح. في المسيح، في المحور ده، في المركز ده كل شيء لكم. وبالتالي حزقية بصص تحت رجليه. هي دي قصة بصص تحت رجليه. ايه تحت رجليه دلوقتي؟ امان. بطرس ايه تحت رجليه دلوقتي؟ مية، اني اغرق. دي عقلية باركني، دي عقلية الآن، دي عقلية، مش عقلية عقلية الملكوت. أنا شايفك حمشي، لأن لما رفع عيني بس مشي على المية. دي عقلية الملكوت، عقلية تحت رجلي، إن كان باركني أو مش بارك أو مش متبارك. هي دي العقلية بتخلينا نطلع وننزل، نغرق ونقوم، ونقب ونفوق، لأنه القصة كلها متقلبة بحسب أجواء أو مشاعر. أنا طول الوقت محتاج الحضور، وطول الوقت محتاج أثبت عينيا بسلطان وامشي لقدام. ده المقدمة. بس في نفس الوقت أنا محتاج أحافظ على ذهني اللي ما بيفكرش بطريقة أنا تحت رجليا إيه دلوقتي. داود ما كانش كده، سليمان ما كانش كده في أول حياته، موسى ما كانش كده في كل حياته لغاية الآخر، لأنه طول الوقت هو كان ناظر إلى حتة مختلفة خالص. كل لحظة، كل لحظة، طول الوقت بص الحتة دي. اقلب معايا لسفر العدد. احنا بنبص على حاجات في الامتلاك، فكل عمال بقوله ده له علاقة بالامتلاك بالمناسبة. سفر العدد، لو انت متابع معانا، احنا يعني قطعنا شوط لغاية صح 25 و26، مش ماشيينهم بترتيب، مش ماشيينهم بآية آية، لكن ماشيين بروح المحطات اللي بتحصل في هذا السفر لشعب متحرك من 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 أرض لأرض امتلاك. برضو عشان ما فيش شواهد هكون بحكي في حتت بسيطة، مش هقرأ آيات كتيرة. صح 27 في قصة حلوة قوي بحبها وانتوا بتحبوها أكيد، بتاعت بنات صلفحات، مشهورة قوي، فاكرينها؟ بس عايز اقول لكم حاجه، تعرفين بنات صلفحات عملوا ايه؟ يمكن ما تتوعش بالطريقه البايخه اللي انا هقولها دي. كانوا بيطلبوا حاجه عكس الشريعه، سلام. كانوا بيطلبوا حاجه عكس الشريعه. ابونا ما خلفش اولاد، الشريعه بتقول الاولاد هم اللي بيورثوا الأرض، الميراث، الامتلاك اللي باسم أبونا هيخرج من اسم أو من عيلة أبونا ويروح لأزواجنا لما نتجوز. بنات صلفحاض طلبوا أن الشريعة تتغير. هو مين منزل الشريعة؟ الرب. بنات صلفحاض وقفوا وطلبوا حاجة عكس الشريعة. هو ايه قلبهم؟ عارفين يعني ايه صلفحاض؟ طيب صلفحاض يعني البكر الوارث. حلو كلمة صلفحاض. صلفحاض يعني البكر الوارث.
فبنات صلفحاد البكر الوارث هيخشوا يمتلكوا مراحين في رحلة امتلاك الأرض، امتلاك الوعود. قلبهم ما ينفعش البكر الوارث اللي خلف بنات ما ياخدش الوعود اللي رب وعدوا بيها. فوقفوا قدام موسى هنا القصة دي، فتقدمت بنات صلفحاد ابن حافر ابن جلعاد ابن مكير ابن منسة من عشائر منسة، وهذه أسماء بناته، وقفنا قدام موسى وأليعاذر وأمام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب خيمة الاجتماع قائلات. فوقفوا في المكان الصح، بس واضح أنه ما وقفوا بقلب صح. ليه؟ لأن الدافع اللي جواهم هو الامتلاك، الدافع ده هو الميراث. بصوا، في بعض أحيان بنصلي صلوات أو بنصلي صلوات لها علاقة بالميراث ونحطها كأنها صلوات كأنك بتطلب حاجة شخصية أنانية. لما تقف من أجل ميراثك في الصليب، وميراثك في الصليب بيشمل شفاء، لما تقف من أجل ميراثك في الصليب، ميراثك في الصليب أن بيتك يكون مثبت على صخرة، لما تقف من أجل ميراثك في الصليب، ميراثك في الصليب بيعلن ثبات واستخدام ناري لكل واحد واحدة، مش على حسب صلاحه لكن ده مقاصد الرب لكل واحدة واحد، بيقف قدام الرب يقول له استخدمني، ده ميراثك. لما تقف من أجل مواضيع زي كده من فضلك مفيش فصال، لطش أي حد هيقف قدامك. أنا آسف التعبيرات البايخة. لما تقف من أجل أنك تشتري عربية جديدة، ممكن تقف باحتمال ربنا يباركك بعربية جديدة أو لا، وأمين يمكن ربنا عايز يباركك بعربية، أنا مش عارف ليه بقول المثل ده بس هو مثل ماشي. فأنا بتكلم على بركة، مش بتكلم عن امتلاك نتائج ميراث، وإن كانت البركة من نتائج الميراث لكن مش بصورة خاصة العربية. ممكن فاهمين عايز أقول إيه؟ فاهمين عايز أقول إيه؟ أشكركم. اللي مش فاهم يجي يتخانق معايا في الآخر. لأن قلب بنات صلفحاد كان من أجل أبونا اسمه وارث، ده بكر وارث، وكل اللي خلفهم بنات، فبحسب الشريعة ما ينفعش حد يورث، وابونا مات، وبالتالي إذن الميراث والوعد خلاص في البخار ملوش مكان، ما ينفعش. الآية الجميلة، فكلم الرب موسى قائلا، عدد 6، بحق تكلمت بنات صلفحاد. تجنن، عارفين إيه اللي يجنن فيها؟ ربنا مخه مش صغير، ده اللي يجنن فيها. ربنا مخه مش صغير، ربنا مش ناموسي، ربنا مش ناموسي. أنا قلت كلمة وكلمتي ما تنزلش الأرض، عارفين مين بيقولها دي؟ مش ربنا، صعيد. ربنا يقول إيه؟ ربنا يقول المحبة، الرحمة، النعمة تفتخر على الحكم. ربنا يقول أنا لما نزلت الناموس نزلته الشعب عايز يعمل أعمال جسد، لكن لما الشعب وقف في ابني في مراحم الرب أنا بسكب عليه نعمة تفتخر. تفتخر يعني القلب أقوى من الحرف، الحرف يقتل لكن الروح يحيي. يعني ده مش بس حد يفهم غلط، ده مش تصريح بالخطية، بالعكس ده تصريح للعلاقة اللي تخلي كل حاجة في حياتك مربوطة بعلاقة ما بينك وبين الرب، فبتنقلك قداسة، بتنقلك تكريس، بتنقلك انك لا تخطئ الشعرة كل لحظة، لان الرب مش ناموسي. الناموس بيطلع موت واعمال جسد، النعمة بتطلع حياة وشجرة حياة. بحق تكلمت بنات صلفحاد، ده يا رب دي كلمتك انت اللي بتقول. بس في قوانين النعمة قصة حاجة تاني. كلكم عارفين الشاهد او المعنى، انه في العهد القديم لو لمست نجس انت بتنجس، ودي كلمة الرب. في العهد الجديد لو لمست نجس هو بيطهر.
بلاش أقولها من قصة تاني، بلاش الحتة دي. في العهد القديم ابن الرب أو بنت الرب لما تتزوج حد مش من شعب الرب هي نجسة أو هو نجس. في العهد الجديد ابن الرب أو بنت الرب لو متزوج مع غير مؤمن، الغير مؤمن مقدس في الشريك المؤمن. حد مسيحي هنا؟ منزل بيقول كلام غريب قوي. كتاب حد قرأ كورنثوس السابعة وهو اللي بيقول الكلام ده ببساطة، مش هفتح حلقات. لو قال كده، لو في زوجة، وده الزوجة كمان مش الزوج، لو في زوجة مؤمنة وزوجها غير مؤمن، الزوج الغير مؤمن مقدس والأولاد مقدسين في الزوجة المؤمنة. فعقلية الملكوت في الامتلاك وفي الميراث غير عقلية الناموس، غير عقلية باركني وغير عقلية الناموس. عقلية الناموس بتقول مكتوب البنت ما تورش، عقلية الميراث تقول بنات صلفحات تورث. انت كويسين؟ بتعامل مع انهي اله فيهم؟ هو ده اللي بيحدد. ممكن ناس كتير بتبقى مؤمنه وبيحبوا ربنا كويس قوي وما زالوا بيتعاملوا مع اله اللي هو اله الحرف اللي مخه ضيق قوي، اللي هو صعيدي. بس مع احترامي للصعيده انا صعيدي نفسي، فمحدش يتضايق مني. ف انا عجباني سته دي اللي انتم مش شايفينها. كلم الرب موسى قائلا بحق تكلمت بنا. يا رب ده انت تجنن. يعني تقف قدام ربنا وربنا يقول لك مظبوط، يا انت بتقول للانسان مظبوط ليه؟ لان شاف قلبه. لان لما شاف قلب بنات صلفحاد قدر ده، حب قلب يعقوب، وقلب يعقوب ما كانش يعني 100%، ويعقوب ده سارق البركه، ويعقوب يعني محتال. حب قلب يعقوب لأن قلب يعقوب كان حابب الميراث جدا، فضحك على أخوه بأكل. كلكم عارفين بأكلة عدس، علشان حب رب، حب قلب. إيه يا رب ده؟ دي مش مظبوطة. بس بتحب القلب؟ أنا بحب القلب ده، بحب القلب اللي بيرى أنا واقف من أجل الميراث للآخر. أنا واقف من أجل قد إيه بتقضي وقت واقف من أجل ميراثك قدام الرب بدون فصال؟ مش بتكلم على مواريث، انا فرقت ما بين مواريث وبركات زياده مش ربي عايز يديها، لان الاب بيحب يدي ولاده هدايا. لكن انا بتكلم على اساسيات الميراث. بنات صلفحاد واقفين من اجل الميراث، لان ميراث ابوهم اللي هو اسمه بكر وارث هيبقى ولا حاجه، مش موجود، هيبقى في الهواء، طار بخار غير موجود. فوقفوا قدام موسى، رب امرض لموسى بحق تكلمت بنات صلفحاد، تعال نغير. رب قال لمريم مش وقتي اني اصنع معجزة. انتهت القصة انه الرب عمل المعجزة، فاكرين عرس قانا الجليل؟ يسوع كلمته نزلت الارض على مستوى الدماغ، لكن على مستوى الروح فتمجد يسوع امام تلاميذه. انتوا لزاز. اصحاح قصة وراها، اصحاح 31 32، في فرق ضخم. اللي بيجمع هذه القصص كلها بالمناسبة هو عقلية الملكوت او عقلية حاجة تاني، عقلية باركني، عقلية مهم جدا طريقة تفكيرك في الملكوت، لان طريقة تفكيرك بتحدد طريقة امتلاكك. بنات صلفحاد وقفوا من اجل الميراث لان ده ميراثهم، مش 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 ناموس. مش افرض ربنا مش عايز، دي كلمه ربنا، بس وقفوا من اجل الميراث، فرب شاف قلبهم. ممكن تقول صلوات صح 100% بس قلبي مش ماشي على قلبه. ممكن اقول صلوات منظرها لاهوتيا مش مظبوطه 100% بس هو شايف قلبي. صح 32، عقلية تانية، بنو رأوبين وبنو جاد ونص منسة، ف
في السكة لقوا أرض، قالوا دي حلوة للغنم بتاعنا، نقعد هنا. دي تبع إيه؟ تبع حاجات كتير على بعض. باركني كده كفاية، ما أنا حضرت اجتماعات واتباركت، فهو ده خلاص. تعالى نوقف هنا، أو يعني على نفسهم إحنا هنوقف هنا، اللي إحنا عايزينه خدناه، هنوقف هنا. فرأوبين وجاد ونص سبت منسة شافوا أرض كويسة قبل عبور الأردن، وقالوا الأرض دي كويسة إحنا نورس هنا، مش عايزين نورس ما بعد الأردن، مش عايزين أي حاجة، ده حتى منظرها حلو، أنتوا هتبقى أرضكم أكبر، ده إحنا سبتين ونص هناخد معاكم فيما بعد الأردن، فإحنا هنوسع عليكم، إحنا هناخد في الحتة دي قبل الأردن. شايفين إحنا حلوين إزاي؟ موسى تنرفز، أنا بحكي عشان ما أحطش آيات، عشان ما فيش آيات تتحط. موسى انفعل جدا، وما انفعش. دي عقلية امتلاك وكسل، دي مش عقلية ملكوت. عقلية الملكوت أنت لازم تعبر ولازم تمتلك مع كل شعب الرب اللي بيتملي بحضور ربنا وبيتملي بالروح وبيتملي بالامتلاك وبيتملي بالقصد، حتى لو أنت خلصت بركتك. بس هو بس لو ربنا بس زبط البيت كل حاجة تبقى حلوة. أوكي، ربنا زبط البيت، ها خلاص هتقعد. بس لو ربنا بس شاف المرض ده، أوكي ربنا شاف المرض ده، هتعمل إيه؟ أحمدك يا رب، أشكرك، وبعدين خلاص أنا بحضر الاجتماعات. نو no. عشان كده كتير ناس تخف وبعد شوية تعي تاني. أحد الأسباب، مش السبب الوحيد، كتير أو 60% منهم بيبقى إبليس بيرجع الأعراض بدون ما يكون المرض رجع، ولو هم صدقوا الأعراض وقالوا المرض رجع بيرجع. كتير ده بيكون 60% من الحالات. في أسباب تانية من ضمنها السبب ده، إنك أخذت شفاء، أخذت اللي أنت عايزه، فقعدت مش بمعنى أنك بعدت عن ربنا، لا، قعدت في تقدمك. ده اللي هو موسى بيقول لهم أوكي إحنا رايحين مشوار من أجل امتلاك، أنتم امتلكتوا هتقعدوا؟ نو أنتوا كويسين؟ ده هتطلعوا قدامنا. طب هيحاربوا من أجل أرض هم ما لهمش فيها؟ ده تصعدوا متجردين أمام باقي الأصباط. تصعدوا متجردين يعني تطلعوا أنتوا في الصفوف الأولى متجردين أمام باقي الأصباط، وتعبروا الأردن وما ترجعوش أرضكم لغاية لما كل شعب الرب يمتلك. هم امتلكوا خلاص، الأرض بقت بتاعتهم. أنا بوصف لك الإصحاح 31 و 32، الأرض بتاعتهم. لكن هو بيقول لهم بصوا، أنت لازم تقضي رحلة القصد الإلهي والملكوت وكل ما فيها للآخر. أرى لكم آية عدد 16، هو وافقوا على كده. أرى لكم آية في إصحاح 32 عدد 16، اقتربوا إليه وقالوا نبني صير غنم لمواشينا، ها هنا مدن لأطفالنا، أما نحن فنتجرد. الرجال يعني مسرعين، أما نحن فنتجرد مسرعين قدام بني إسرائيل حتى نأتي بهم إلى مكانهم، لا نرجع إلى بيوتنا حتى يقتسم بنو إسرائيل كل واحد نصيبه، لا نملك معهم في عبر الأردن وما وراءه، أن نصيبنا قد حصل لنا في عبر الأردن إلى الشرق. فقال لهم موسى إن فعلتم هذا الأمر، إن تجردتم أمام الرب للحرب وعبر الأردن كل متجرد منكم أمام الرب حتى طرد أعداؤه من أمامه وأخضعت الأرض أمام الرب، بعد ذلك رجعتم فأنتم أبرياء نحو الرب ونحو إسرائيل، وهذه الأرض ملكا لكم أمام الرب. ببساطة بيقول لهم إيه القصة كلها، إنه أنت لازم تقضي رحلة الملكوت للآخر اللي بتشمل قصد وملء ونعمة وانتصار وفرح، حتى لو مشكلتك اللي أنت عايز تورثها اتحلت، ما تقفش هنا، بتاعتك هتثبت ليك لو طلعت لقدام، ممكن تفقدها لو ما طلعتش لقدام. ده اللي موسى قالهم لو ما طلعتوش معانا وعبرتوا معانا هتفضلوا في الحته دي لوحدكم، والعدو هيجي ياخد ارضكم، لو عبرتوا معانا الرب هيحفظ ارضكم.
هتفهم حاجة؟ ده ليه معنى حلو لينا. ده ليه معنى. القصة مش عقلية امتلاك. مرة تاني عقلية ملكوت وعقلية رحلة حضرتك وحضرتك ماشي فيها وراء الرب لفترات طويلة. وما زلنا في بعض أحيان، وده لا لوم على حد، إن بعض أحيان الناس بتأتي الاجتماع عشان في مشكلة في البيت، أو بتأتي الاجتماع عشان في حد عيان، أو بتأتي الاجتماع عشان حاجة معينة. مرحب بكل ده، مرحب بكل ده، بس القصة كلها اوعى تكون حياتك الروحية إن كان في هذا الاجتماع أو في اجتماعات تانية عبارة عن ده. أنت بتأتي علشان في حاجة خدتها أو ما خدتهاش، أخدتها يعني أخدتها مباشرة أو أخدتها بعد كده، بس هي دي قصة بتاعتك. دي عقلية امتلاك أو عقلية باركني أو عقلية باركني، غير عقلية تانية خالص اسمها أنا ورا الملكوت وأنا ماشي ورا الملكوت. فأخدت النهاردة بس أنا ورا الملكوت لسه، أنا ورا كل القصد وكل المشيئة، أنا مش ورا احتياج يسدد، أنا ورا إله وعلاقة وكل احتياج بيسدد. انتوا بخير. انا ورا الرحله والانتصار مش ورا ان خدت ميراثي خلاص. اوكي نبتدي الاجتماع من الاول بقى. ازيكم؟ اخر حاجه عشان الوقت، في سفر العدد برضو عدد 27، صح 27، صح 27، عدد 18، قال الرب لموسى، دي آخر نقطة ونصلي. قال الرب لموسى خذ يشوع ابن نون رجلا فيه روح وضع يدك عليه، أوقفه قدام إليعازر الكاهن وقدام كل الجماعة، أوصه أمام أعينهم واجعل من هيبتك عليه. هضيف آية طالما الآيات قدامكم، إصحاح 34 عدد 16، إصحاح 34 عدد 16، كلم الرب موسى قائلا هذان اسم الرجلين اللذين يقسمان لكم الأرض. أتاري اللي ملك الشعب الأرض مش يشوع بس، هذان اسم الرجلين اللذين يقسمان لكم الأرض، إليعازر الكاهن ويشوع ابن نون. ليه؟ ده مبدأ كتابي مبنيين على أساس مسحتين. هرجع معاكم الدرس اللي بنقول آخره، ملوك وكهنة، رسل وأنبياء، يشوع ده القائد ملك، ملوك عشموني بالآية، عشموني بالآية، يشوع قائد، إليعازر كاهن، ملوك وكهنة. عشان كده شعب الرب دايما ملوك وكهنة. مسحة ملوك وكهنة هي المسحة اللي بتملكك، مسحة الإرسالية يشوع والنبوة الكهنوت هي اللي بتثبت الكنيسة. كل كتاب مقدس ماشي كده، اللي بيملكوا الأرض، اللي بيقسموا الأرض، المسحتين دول. عايز تمتلك الأرض كون ملك وكاهن. يكونش ملك وكاهن دول عكس بعض برضو زي الاحتياج والسلطان كده، لأن الكاهن بيقف يكهن قدام الرب والملك بيخرج يحارب، ويا إما أنا أبقى كده يا إما أنا أبقى كده في اللحظة نفسيا، لكن في اللحظة روحيا أنا ملك وكاهن في نفس الوقت. حد فاهم حاجة؟ أنت كويسين؟ أنت ملك وكاهن في نفس الوقت، إليعازر ويشوع في نفس الوقت، لأن إليعازر ويشوع هم اللي بيملكوا الأرض. إليعازر ويشوع هم اللي بيملكوا الأرض. آخر آية أقراها ونصلي في آخر سفر التثنية،
تثنية 34 بس دي آية كويسة أنك تدركها، اللي ملكوا الأرض اثنين مش واحد. اوكي عشان انا بعلم بس عايزك تدرك امتلاكك للمواريث محتاج عقليه، مش عقليه باركني دي حزقيه بالمقارنه بداود، محتاج عقليه مش عقليه عقليه واقفه من اجل الميراث جدا 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 زي بنات صلفحات. عقليه مش بتقول طالما خدت يبقى خلاص قعدت، لا ده عقليه ماشيه في رحله من اجل الامتداد جواها وملء الله وملكوت على حياتها. واخر حاجه عقليه هنا يشوع ابن نون عدد 9 في تثنية 34 او عقليه مليانه ملوك وكهنه، يعني دي الهويه بتاعتنا. اوكي هقول حاجه على الهويه، انت كويسين؟ طيب عارفين ان احنا مخلوقين على شبه الله ومثاله. اوكي هو أول اسم أعلن عن لله قاله هو عن نفسه هو إيه؟ أهيا الذي أهيا أو أكون ما أكون، أنا أكون. ماشي؟ إحنا مخلوقين على صورة الله، أهيا الذي أهيا يعني أنت تكون اللي أنت عايز تكونه. انت شايف نفسك ايه هتكون. اكون الذي اكونه. عشان كده حرب ابليس على ذهنك، عشان نجح لو نجح انه يشوه ذهنك بيخليك تكون حاجه غير اللي انت ممكن تكونها. انت كويسين؟ انتوا فاهمين؟ طيب انا هو اللي هو انا هو، حطها بقى على نفسك، انا هو اللي انا حاسه ان انا هو، كما يشعر في نفسه الايه الثانيه هكذا يكون. عشان كده ابليس يحب يرمي زباله في العقل الباطن والعقل الواعي علشان تقول انا هو انا اكون، دي حاجة فيها زبالة كتير أوي. فأنا أكون اللي أنا شعره في نفسي ده، في المقابل أنا ابن، أنا شايفه إذن أنا أكون، أنا ابن، أنا واقف قدامه رئيس الكهنة أنا كاهن، أنا واقف قدامه ملك الملوك أنا ملك، أنا أكون الذي أكونه. إن شاء الله تكونوا بخير. تثنية 34 9 يشوع ابن نون امتلأ روح حكمة إذ وضع موسى عليه يديه فسمع له بني إسرائيل وعملوا كما أوصى الرب. الغريب فاكرين ربنا قال له حط إيدك على يشوع لأنه جوا روح، هنا يقول لك يشوع اتملأ روح حكمة إذ وضع موسى يده عليه فيشوع ملك الأرض مع أليعازر. في الزمن اللي احنا داخلين عليه احنا محتاجين روح حكمة وعقلية حكمة، ما نسيبش نفسينا لأي حاجة، لأي مشاعر، لأي أحاسيس، لأي أفكار، لأي ناموسية، لأي تقاليد قديمة. لازم نخلع طريقة القديمة في التعامل مع الرب، في عطاء الرب، في نعمة الرب لحياتنا. لازم نخلع العقلية بتاعت حزقية نقول أنا بس باركني تحت رجلي، بس أهم حاجة بس خدت الميراث خلاص أشكرك. قصة مش كده خالص، قصة أكبر من كده. قصة قلبك اللي شايف الملكوت وعطشان جدا لي مدينة لها أساسات، صانعها وبارئها هو الرب، وده اللي أنت مشغول بيه، حضورك، ملكوتك، استخدامي، كل حاجة تنور في حياتي، مش بس أن يبقى فيه سلام في أرضي، لكن في حاجة أعلى من كده. لو دخلنا على الأعلى من كده ربنا هيستأمننا على ما هو أعلى من كده من أجل الأمم والشعوب. لو فضلنا زي ما احنا مجرد عايزين تحت رجلينا جيد هو قول الرب يكون سلام وامان في اوقاتي، ربنا ما بيستأمناش على ما هو اكتر.
ربنا فعلا عايزنا نوقف نؤثر في الشرق الاوسط، بس عايز يرى قلبنا يؤتمن على شرق اوسط، عايز يرى قلبنا يؤتمن على ملكوت حقيقي. تعال نغمض عينينا ونصلي.